مرحبا، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ اليوم نلعب لعبة ماينكرافت الغني والفقير. انا فقير، ما عندي اي شيء. هات لروح على طول في السجن. تعال يا غني يا غني، تعال عني، انا حرامي، انا حرامي، تعال. لا انا فقير. لا لا، ما بدي، لا اريد، لا اريد اي شيء. هيدي للبيت لالي. ليش؟ ما تأمل، خليها معي. أروق أزوق. حبسك 50 يوم. خلاص خلاص، خذها خذها. كيف؟ لا تعا تعا، خذها تعا تعا تعا. أنا ما هاد لحطها بالصندوق ببيتي. تعا بلك أي صندوق. تعا بيت الصندوق الكبير، شفته؟ ليكو صرت بالصندوق. ليكو هون هذا الصندوق. يلا بدك تطلق بس يومين. يلا حمام. ياي حطمت بالغلط. يا الله، شو بدي اعمل؟ الصندوق يا معلم، تعال حط لي صندوق يا شرطي، تعال حط لي صندوق. ما عندي. يلا بعد لي انت، بعد لي. يلا حزنتك يا غني. ما تكسر، كيف؟ مستحيل. خلصت، كرتك بروح. يلا حبسني. الله حنان، يلا نلعب. يفتح وسكر. يا الغني، شو عم تعمل يا غني؟ يا غني خلص علي، بعتم يا غني. بس تعال يا غني، انت شو عم تعمل؟ حطي لي ضو. اذا بتقلع بدي احبسك. خلص يلا تقلع يا ابوي، عبس بدي احبسك. يا الله يا ابوي. يا الله، افكر انا بالليل، يا بالليل كسر هذا واطلع. افكر ويلا هاتي. يلا هي حركة تصير. والله هذا البلاد مهم قوي. يي ما فينا اطلع، حبسني. يلا يلا ابو يلا ليه لا تكتب الحكي. ليه ما بتشري؟ لك الله سوى تبدي. يلا حنان، يلا بديك للصبح الغريب. اوه صباح الخير. يا الله انت تطلعني متحمس. قعد. اخ اعطيني وينية؟ طيلة. أنا جائع، أنا جائع كثيرا. ليه ما عم بياكل؟ إيه؟ لا، ده الكلب ياكل لحمة. تعال أعطيك، تعال. خد. أعطيك
صداع. ايه انا بحضول بلاي هتلاقي ياخد السك. يلا ايوه هاي تتخبى. اي اوه حطك لما حطك يرتع طعم تفص عليا هيك يلا يلا حاطيك خد التخت كمان خد بس سول معي يلا غني فيك تعطي بس مصوري خد الفروج يا الله في اسكن عندك ليش من ارجوك اذا بتحب الله بيتك جميل لك شو عندك حلو منو مثل بيتي يا الله بيتك جميل انت انا كد بس انت الماضي كنت غني امانه لا ياخذ لي يلا خبى حتى ما يشوفني شو صار؟ لا كيف الفجور؟ أنا جوني عمرو أنا فقير ما عندي بس هالغراض ما عندي حتى يصير غني يصير غني معك حاشتغل معك بدي اشتغل معك سوبر ماركت وتعال يا الله بدي انا اصير غني مثلك ما بدي دلي طول عمري فقير يلا دقيقة بس عم اصنع شيء يلا هات لي وين القداحة شو عملت مستحيل بتعرفوا اني عم بربيت جديد بدل هذا كان هذا لا تعال نظبط هذا البيت طيب يلا بدل ما نعمر تاني سيدك ذاكر كيف بيعمره يلا صرت غني رجعوا لي هالغراض يلا وين يلا هذا ناخد يلا صرت غني يا شباب يلا ان شاء الله هذا ان شاء الله يلا يرزقني طيب
يلا يلا هدلا هدلا اوكي داك بدي والله هذا البيت كيف تفجر الزومبي هلا بيفجر كيف درج درج اصنع درج يا هذا هذا فوت صوت غني وهذاك البيت روح بيت الفقير روح هذاك البيت دمره روح لا اريده ما بدي يلا يا شباب بدي برا ما هيك على هيك مثل لمبة وين هي؟ يلا نروح فجروا معك ايوه روح يا بيت روح يا بيت الفقير حطم يا كيف عملت هيك في السرعة يلا تعال حط صناديق طلعت بالغلط لحظة لحظة طلعت بالغلط يلا يا شباب حطوا لايك واشتراك بشوفكم في حلقة تانية